اتهمت روسيا نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمساعدة مرتزقة أجانب في العبور إلى ليبيا، وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، وذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011. لمزيد من النقاش والمتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من سان بطرسبرغ دكتور خالد الأشقر، أستاذ بأكاديمية الشرق بسان بطرسبرغ. أرحب بك دكتور خالد معنا في هذه الجولة من الآن. أهلا وسهلا. يعني بداية، اتهمت روسيا نظام رجب طيب أردوغان بمساعدة مرتزقة إلى أو إرسالهم إلى ليبيا، ما دلالة هذه التصريحات وماذا بعد اعتراف يمكن الجيش الوطني الليبي بإرسال عدد من المرتزقة؟ ما هي عن ردة الفعل الدولية تجاه هذه التصريحات؟ صراحة يعني هي تركيا من فترة طويلة حكومة الوفاق التي أصبحت حاليا حكومة غير شرعية، لأنها فقدت شرعيتها منذ عام 2018 بناء اتفاقية الصخيرات. نعم. وبالتالي نحن نعلم أن 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 داخل أن داخل حكومة الوفاق مجموعات إرهابية ومجموعات يعني مجموعات مطلوبة دوليا حتى. وبالتالي عندما تركيا تدعم هذه الحكومة الغير شرعية تؤكد بهذه الطريقة دعمها للإرهاب. نعم دكتور خالد، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم، إذا يعني ما هو الموقف الآن؟ هل من المفترض أن تتخذ يمكن ليبيا في إطار الشرعية الدولية خطوات لمنع إرسال يمكن مزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية وأيضا المرتزقة إلى الأراضي الليبية؟ صراحة إذا كنت تقولي ليبيا أم تقصدي روسيا؟ يعني السؤال مرة ثانية. لا يعني هل نعم هل ليبيا من المفروض ان تتخذ يمكن خطوات في اطار الشرعيه الدوليه لتمنع ارسال المرتزقه الى الاراضي الليبيه؟ من تقصدين في ليبيا؟ تقصدين في كلمه ليبيا حكومه الوفاق؟ حكومه الوفاق بالضبط. حكومه الوفاق لن تلجا لهذا، لان حاليا حكومه الوفاق الجهه الوحيده التي تدعمها هي تركيا. نعم. لا توجد اي جهه حاليا على المستوى الدولي تدعم الحكومه غير تركيا. طبعا هناك بعض دول الاتحاد الاوروبي التي تدعمها، لكن هذه الدول لا تتجرأ ولا باي شكل من الاشكال ان تقول انها ترسل لها السلاح او المعدات. وبالتالي انا نرى ان هذه الحكومه حاليا تعيش في مرحلة من الانعزال. نعم. الانعزال الدولي، نعم، والانعزال العالمي، وبالتالي هي لن تتخذ خطوات، بل بالعكس هي سوف ترحب بهذا الدعم الذي له تركيا. لماذا برأيك دكتور خالد لا تستطيع يمكن دول الاتحاد الأوروبي أن تقر وأن تعترف بإرسال عدد من المرتزقة؟ يعني كيف تقيم أداء آلية الاتحاد الأوروبي في مواجهة كل هذه الانتهاكات؟ الاتحاد الأوروبي هو فقط يعني حل يصرح ويبلي بعض التصريحات التي يقول فيها او يستنكر فيها، لكن على الارض لا يستطيع الاتحاد الاوروبي، وبرايي انه بالفتره القريبه لن يستطيع التاثير على الموقف التركي، وبالتالي ستستمر تركيا في دعمها لتكون غير شرعيه. نعم، الحويج يمكن قال ان المرتزقه يهددوا يمكن امن المنطقه باكملها واوروبا، هل من تعاون جديد تعتقد ما بين دول البحر المتوسط يمكن لمنع حدوث كل هذه المواقف؟ نعم هناك سيكون تعاون، وخصوصا سيكون التعاون ما بين دول مثل مصر، اليونان، قبرص، وربما تنضم اليهم فرنسا. دكتور خالد، دعني أسألك، يمكن بعد اعتراف أردوغان بسقوط عدد يمكن من القتلى في الجيش التركي، هل بعد هذا الاعتراف من الممكن يعني أن تكون فرملة لهذه الأمور ويعني يكون هناك وقفة من قبل أردوغان للتدخلات التركية في الشأن الليبي؟
أنا باعتقادي أن أردوغان حاليا تورط في هذه الورطة، ورط في المستنقع، تورط في المستنقع الليبي، ولن يخرج منه سريعا، ولو اقتضى الأمر أن يقتل عدد من جنوده وعدد من ضباطه لكنه سيستمر. خصوصا يجب علينا أن لا ننسى أنه الآن أمام انتخاب، أن هناك انتخابات تنتظره، وبالتالي هو أن يستخدم الورقة السورية التركية أو عفوا الورقة الليبية كورقة دعم له في الانتخابات. لكن ما يبدو وكيف تسير الأمور حاليا أنها بدل ما أن تكون ورقة دعم له كانت ورقة بالعكس، ورقة أخسرته كثير وستخسره الكثير من الأصوات في الانتخابات القادمة. الحديث عن موعد الانتخابات، يمكن هناك تكاليف باهظة وفواتير باهظة بعد سقوط هذه الأعداد من القتلى، يمكن وصل منذ بداية الشهر أكثر من 16 أو 17 قتيل من كبار ضباط الجيش التركي. هل من الممكن أن يكون هناك موجة احتجاجية في الداخل التركي يمكن تسهم في إيقاف أردوغان عن كل هذه العمليات العسكرية في الأراضي الليبية؟ والله يعني شوفي صراحة في الفترة الأخيرة هناك يعني انتعاض شعبي كبير على سياسة أردوغان، ليس أردوغان لا، بالنسبة لتدخله في ليبيا، وأيضا بالنسبة حاليا لتدخله أيضا في سوريا، عدد من الجبهات لأنه أصبح عدد كبير من أصبح يخسر خسائر كبيرة إن كان في ليبيا أو في سوريا، وهذا قد يخلق طبعا في المستقبل موجة كبيرة من الاحتجاجات ضد هذه التدخلات. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد الأشقر، أستاذ بأكاديمية الشرق بسان بطرسبورغ، شكرا جزيلا لك دكتور.